العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساحدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان او تاريخ كلمه عن موتها او تقرير حرف او تقريب او تاخير او زياده او نقصان او تاويل على غير ما زرته او غيب او ساكن او تاجيل لتلاوته او كسل او سرعه او زاد لسان او وقوف بغير وقف او ادغام بغير مدغم او ازهار بغير بيان او مد او تزديد او همزه او جزم او ايراب بغير مكان واكتبه منا على التمام والكمال والمعظم في كل الهام واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا والدنا فلمن دراه مهديا حقه مع الاعضاء والغلب واللسان وهب لنا بالخير والسعادة والبسارة والأمان ولا تختمنا بسار وسخاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا أنا من غفلة والكسلا آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبيض وجوهنا يوم البازي واتق رقابنا من النيران ويمين كتاب ويسر حسابنا وسدد ميزاننا بالحسنات وسدد أقدامنا على أسكداد وأسكننا في وسط الجنة وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطنا جميع ما سألناك به في سر والإله وإنا بفضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد شعب الشريعة والبرهان